أكدت مصر التزامها بتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة بكافة المحافظات، مشيرة كذلك إلى الالتزام تجاه التنمية في إفريقيا عبر إطلاق عدد من الشراكات. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في جلسة بعنوان التحالف المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمنعقد على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة بنيويورك.